السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها الإخوة الكرام. اليوم يا جماعة هنتكلم عن موضوع يعني سبحان الله أنا أراه من الأهمية بمكان، ألا وهو رؤية الطلاق في المنام، سواء إذا كان الرجل هو اللي شاف الرؤية، الرجل المتزوج يعني، أو بالنسبة للمرأة المتزوجة، أو بالنسبة للمرأة الحامل، أو بالنسبة حتى للمخطوبين، أو حتى للعزاب. إيه تفسير رؤية الطلاق لكل هؤلاء؟ دعونا نأخذ كل واحد على حدة. نبدأ بالرجل. لو أن الرجل رأى في المنام أنه طلق زوجته في المنام، وهو في المنام طلقها بدافع الغيرة، يبدو أن الموقف يعني كان يحتم عليه وغيرته، يعني سبحان الله كرجل فاضطر أن يطلق زوجته بسبب الغيرة. لو ده حدث للرجل فدي بشارة من الله سبحانه وتعالى، بيقول لك فيها أن أنت إنسان بتحب زوجتك جدا وبتغير عليها ومتعلق بها جدا. يبقى لو طلق الرجل زوجته في المنام بدافع الغيرة بيحبها ومتعلق بيها. لو ان الرؤية دي حصلت وكان فيه مشاكل في الحقيقة بينك وما بين زوجتك، للأسف الشديد ان المشاكل دي هتزيد. ما زلنا مع نفس الرؤية، لو ان الشخص طلق زوجته بدافع الغيرة وكان في الوقت اللي شاف فيه الرؤية مريض تدل على الشفاء، ونفس الرؤية بس لا كان فيه مشاكل ولا كان مريض وشاف الرؤية دي تدل على فقدان العمل أو خسارة المال من التجارة. لو رأى الرجل أنه طلق زوجته في المحكمة مشاكل تصل إلى الطلاق، فهذه هي رؤية الطلاق بالنسبة للرجل سريعا. لو طلق زوجته بدافع الغيرة، له مريض ولا عنده مشاكل وله طلقها في المحكمة، دي بشارة انه بيحبها. انما لو شاف الرؤية دي وكان فيه مشاكل في الحقيقة تدل على زيادة المشاكل، لو كان مريض تدل على شفاء المرض، لو ما كانش فيه لا مشاكل ولا مرض تدل على فقدان العمل او الخسارة. لو ان الرجل طلق زوجته في المحكمة المشاكل هتكبر لدرجة الطلاق بالفعل في الحقيقة. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للرجل في المنام. اما بالنسبة للمرأة، المرأة المتزوجة لو رأت ان زوجها طلقها في المنام تدل على المشاكل، تدل على المشاكل التي ستقع بينهما في الحقيقة. لو رأت المرأة أن زوجها طلقها وتزوجت غيره، ركزوا معايا في الرؤية دي، الزوجة شافت أن زوجها طلقها وشافت في نفس المنام أن هي تزوجت من غيره، لو كانت تعرف الشخص ده هيحصل لها هموم وأحزان وغم ومع شديد الأسف. لو شافت ان زوجها طلقها واتجوزت غيره واللي اتجوزته تعرفه، شخص تعرفه في الحقيقة، هيحصل لها هم وغم ومشاكل ومع شديد الأسف. لو ما كانتش تعرف الراجل اللي هي اتجوزته سوف يتغير حالها من السيء إلى الأحسن، فدي محمودة. يبقى المرأة لو شافت ان زوجها طلقها واتجوزت واحد ما تعرفوش دي جميلة، حالها هيتحول من سيء إلى أحسن. أما لو طلقها زوجها وتزوجت من غيره وهذا الزوج الجديد تعرفه، شخص في الحقيقة تعرفه، مشاكل وهموم وغم ومع شديد الأسف. لو رأت المرأة المتزوجة أن زوجها طلقها في المنام وهي سعيدة، هي في المنام فرحانة وسعيدة، دي بشارة إلى تغيير الحال وزيادة الأموال
والخير والبركة التي ستحصل لها، فهي محمودة. أما لو كانت حزينة، لو زوجها طلقها في المنام وهي حزينة، تدل على مشاكل من أحد الأقارب، في مشاكل هتقع فيها، بس مش ما بينها بقى وما بين زوجها، ده ما بينها وما بين أحد الأقارب من العائلة. هذا ما يحدث للمرأة من رؤية الطلاق. ندخل على المرأة الحامل. المرأة الحامل لو شافت ان زوجها بيطلقها في المنام، دي بشارة ان المرأة دي خايفة من تعب الولادة. يبدو ان هي بتفكر كتير في يوم الولادة، فدي بشارة ان انت يا أمة الله ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما تخافيش وما تقلقيش من تعب الولادة، لان انت بتفكري فيها. بعض علماء التفسير قالوا لا، مش معناها الخوف والحزن والتعب من الولادة، لا، ده معناها رزق، معناها رزق سيأتيها في الطريق. وبالمناسبة هذه الرؤية تدل على أن جنينها سيكون أنثى وليس ذكرا. يبقى المرأة الحامل لما تشوف أن زوجها بيطلقها في المنام، إما أن هي خايفة من الولادة، وإما إن هو بالفعل لا، ده رزق هيجيلها في الطريق. والاتنين عبارة في النهاية إن رؤية الطلاق للحامل معناه إن جنينك سيكون أنثى وليس ذكرا. لو أن المرأة الحامل هي التي طلبت الطلاق في المنام من زوجها، ستلد ذكرا. يبقى عرفنا رؤية الطلاق بالنسبة للمرأة الحامل إمتى تكون تدل على الأنثى وإمتى تدل على الذكر. لو إن هي زوجها طلقها في المنام أنثى، لو هي اللي طلبت الطلاق من زوجها في المنام ستلد ذكرا. لو أن زوجها طلقها في المنام وكانت مريضة، الطلاق بالنسبة للحامل هنا شفاء من المرض، شفاء من المرض، ده بالنسبة للمرأة الحامل. ندخل على المخطوبين. مخطوبين ازاي ويشوفوا رؤية الطلاق؟ نحن نتفق ان تفسير الاحلام والاحلام عموما ليست لها قاعدة. يعني احنا في الاحلام بنشوف حاجات مخالفة لارض الواقع، يعني سبحان الله هي دي الاحلام. لكن لو حدث اتنين مخطوبين شاف احدهما أن الطرف الآخر يطلقه، يدل على زوال الفقر، مش بس كده، يدل على الزواج من هذا الشخص اللي هو المفترض أنه هو يكون شريك حياته في المستقبل، يدل على الزواج منه في القريب العاجل. يبقى لو أن الخاطب شاف أنه بيطلق في المنام خطيبته، زوال فقر، ويدل على ان انت هتتزوج بها قريبا. وقيل الانتهاء من المشاكل والهموم ان وجدت في الحقيقة، ان وجدت في الحقيقة. يبقى انا دلوقتي خاطب او انا بنت مخطوبة، شفت في المنام ان خطيبي بيطلقني، زوال فقر يعني غنى، يعني في خير جاي لي، وإن أنا هتجوز من هذا الشخص في القريب العاجل، وإن لو فيه مشاكل بيني وبينه هتزول سريعا بفضل الله تبارك وتعالى. طب بالنسبة للأقارب، بالنسبة للأقارب إزاي يعني؟ يعني ممكن أشوف في المنام إن واحد قريبي من عيلتي بيطلقني. طب وده بيطلقني ليه؟ هو مش زوجي أصلا. لكن احنا اتفقنا جماعة ان الاحلام ملهاش قاعدة، لكن ده لو حدث نعمل ايه؟ لو شفت اي حد من اقاربي بيطلق في المنام او بيطلقني، او ان انا بطلق احد اقاربي من النساء، الكلام للرجل او للمرأة، ده معناه ومع شديد الاسف حدوث مشاكل
بينك وما بين الشخص قريبك اللي انت شفتيه بيطلقك في المنام، او حدوث مشاكل بينك وما بين المرأة اللي هي قريبة لك او من عائلتك وشفتها وانت بتطلقها في المنام، هتحصل مشاكل بينك وما بين الشخص ده اللي انت شفته في المنام اللي هو من عيلتك او قريبك. ندخل على اخر حاجة وهي العزباء. البنت العزباء لو شافت ان حد بيطلقها، طبعا هي في الحقيقة لا متجوزة ولا حاجة ولا حتى مخطوبة، لكن شافت حد بيطلقها يدل على الهجر والانفصال بينها وما بين سبحان الله أسرتها أو عيلتها. في مشاكل هتحصل هتكون سببها ان انت هتنفصلي او هتهجري احد اقاربك، او العكس، او ان هم اللي هيهجروكي او ينفصلوا عنك. وقيل يدل على الخطوبة، يدل على الخطوبة، لكن هذا الرأي مستبعد، لأن الرأي الأولاني له تكملة وهي تدل على الخصومة بينها وبين قريب لها أو صديقة مقربة إليها أو شخص عزيز عليها. في الحقيقة في مشكلة هتحصل لو شافت البنت العزباء الطلاق في المنام، يا إما هتتخاصم وهتنفصل وهتهجر أي حد قريبها، أو إنها هتهجر صديقة وفية لها، أو إن في شخص عزيز عليها في الحقيقة سبحان الله العظيم سوف تنفصل عنه. أما الرؤية المحمودة وبها ونختم بالنسبة لرؤية الطلاق بالنسبة للبنت العازبة، وهي أنها سوف تهجر الهموم والأحزان والمشاكل سبحان الله العظيم. هذه هي رؤية الطلاق في المنام للرجل والمرأة المتزوجة والحامل والمخطوبة وحتى من الأقارب، أو في الأخير للبنت العزباء. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.